السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الخاصة والتي نسلط الضوء خلالها على المؤتمر الرابع لمنتدى الأعمال الفلسطيني والذي سينعقد نهاية الشهر الحالي في تركيا. واسمحوا لي بداية مشاهدينا أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد غزال عضو مجلس إدارة منتدى الأعمال الفلسطيني الدولي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. وأيضا الأستاذ أمجد النوباني رئيس المؤتمر الرابع لمنتدى الأعمال الفلسطيني الدولي. أهلا ومرحبا بكم ضيفي في الاستوديو. وقبل أن نبدأ حديثنا مشاهدينا الكرام في حول هذا المؤتمر نتابع وإياكم هذا التقرير الذي أعده الزميل أحمد مزيان. تظاهرة اقتصادية تحتضنها إسطنبول نهاية الأسبوع الجاري، ففي العاصمة الاقتصادية لتركيا يعقد منتدى الأعمال الفلسطينية الدولي مؤتمره الرابع بمشاركة 1500 من رجال الأعمال يمثلون 30 دولة، غير أن المشاركة الأردنية تعد الأكبر من بين الوفود المشاركة. فرص أقوى من التحديات، شعار تبنه المنظمون أرادوا له أن يكون منطلقا لإتاحة فرص استثمارية واعدة على الرغم من أمواج التحديات المتلاطمة. ومن أجل نجاح أكيد للمؤتمر دعا القائمون عليه مختلف الفعاليات الاقتصادية الأردنية والعربية لضمان تسويق أمثل للمملكة وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد. ملتقى الاستثمار الأردني الفلسطيني سيشارك في مؤتمر الرابع لمنتدى رجال الأعمال الفلسطيني الدولي في هذه التظاهرة الاقتصادية، وسيكون الوفد الأردني من أكبر الوفود العربية المشاركة في هذا المؤتمر الذي حشد له من كافة القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية، وبمشاركة كافة القطاعات والغرف التجارية وغرف الصناعة والتجارة والجمعيات الصديقة ورجال الأعمال والرخاء وجمعيات التي تربطنا بها علاقات في الأهداف. اسمحوا لي أن أبدأ أولا بالبشير. إذن لن يكون المؤتمر حدثا عابرا، بل سيكون جسر التواصل بين رجال الأعمال لينطلقوا معا في بناء مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الأردني وتحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني. يعني نحن نأمل، كان في مؤتمرنا السابق اللي انعقد في تونس يعني حققت إنجازات مالية رائعة، يعني على مستوى الأردن صار في هناك تفاعلات ومشاريع واستفادوا كثير من رجال الأعمال فوق الحوالي 50 مليون اللي حققه الوفد الأردني خلال مشاركة في معرض تونس. وإذا كان ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني سيذهب إلى اسطنبول لتسويق الأردن عالميا، فإن المساهمة أيضا في تسويق المشاريع الصغيرة داخل فلسطين وتوفير فرص عمل للشباب الفلسطيني ستكون محورا أساسيا في المؤتمر. أهمية هذا المؤتمر وتحديدا ونحن في الأردن اليوم، لأنه هذا المؤتمر تحديدا نعتقد من خلاله أن الأردن هي بوابة الاقتصاد الحقيقي للشعب الفلسطيني، أن البديل عن التبعية الاقتصادية الإسرائيلية هي التبعية أو بل التفاعل والتشارك مع الاقتصاد الفلسطيني. مؤتمر منتدى الأعمال الفلسطيني في نسخته الرابعة سيستكمل مشاريع بدأها سابقا ويطلق أخرى جديدة، من أهمها تنظيم سوق عكاظ الثاني وإشهار صندوق الاستثمار في فلسطين لدعم وتأسيس المشاريع الصغيرة هناك. وكما لرجال الأعمال مكانتهم في المؤتمر فللسيدات مكانة أيضا، فسيتم تأسيس تجمع سيدات الأعمال الفلسطينيات في الخارج، ولن يغيب الشباب عن المؤتمر فلهم برنامج خاص سيتم طرحه للمرة الثانية. كما سيتم عقد ندوة مختصة تحت عنوان اقتصادنا إبداع وإنجاز، تشرف عليها منظمة مختصة بتنمية الواقع الفلسطيني في المخيمات والتجمعات الفلسطينية. متابعة وحث الجهات الرسمية. أيام تفصلنا عن مؤتمر منتدى الأعمال الفلسطيني الدولي الرابع، وعيون رجال الأعمال الفلسطينيين والأردنيين ترقب ذلك المؤتمر لتحقيق فرص استثمارية تحدث نقلة نوعية في مجال المال والأعمال يعود نفعها على الوطن والمواطن. أحمد مزيان، قناة اليرموك. إذن شاهدنا معا ضيوف الكرام هذا التقرير ويسلط الضوء على المؤتمر والمنتدى بشكل عام. لو بدأت معك يا أستاذ محمد غزال وأردنا أن نعرف المشاهد الكريم بمنتدى الأعمال وبشريكه أيضا في الأردن،
الأهمية الاقتصادية على المستوى الاستراتيجي التي يكتسبها هذا المؤتمر بالتحديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اسمح لي أن أشكر قناة اليرموك الفضائية على هذه الاستضافة وأن أشكر شخصك الكريم على الإعداد والاهتمام. حقيقة منتدى الأعمال الفلسطيني الذي تم تأسيسه أواخر 2008 في إسطنبول يجمع اليوم أكثر من 1500 رجل أعمال فلسطيني منتشرين في أكثر من 25 دولة في العالم. الهدف الرئيسي من هذا المنتدى هو إيجاد غرفة تجارية للشتات الفلسطيني. ليس ثمة غرفة تجارية تجمع شتات الفلسطيني. احنا عندنا غرف تجارية في رام الله، وعندنا في عمان مثلا لرجال الأعمال الأردني غرفة تجارية في عمان وهكذا، لكن الفلسطينيين المتواجدين في الخارج واللي بيزيد عددهم عن أكثر من عدد الفلسطيني بالداخل، وهذه بأرقام وإحصائيات، ليس لهم ممثل حقيقي يرجعون له ويجمع هذه الكوكبة من رجال الأعمال. فأراد المنتدى أن يكون هو البوابة، هو الغرفة التجارية لرجال الأعمال الفلسطينيين في الشتات. نعم تفضل. التأسيس كان في أواخر 2008، وهذه هي فكرة التأسيس. لا شك أن المنتدى يحرص من خلال وجوده في الدول المختلفة إلى إيجاد تحالفات وعقد مذكرات تفاهم مع جمعيات قائمة، وهنا كان التحالف الاستراتيجي الهام مع ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني المؤسس في عمان. كلنا يعلم عدد رجال الأعمال الأردنيين وعدد رجال الأعمال حتى الفلسطينيين العاملين في الأردن، فمن الضروري أن يكون هناك تفاهم مع منتدى الأعمال الفلسطيني، ونعتقد أن هذا التفاهم وهذا الاتفاق الاستراتيجي في غاية الأهمية ويخدم كل من رجال الأعمال الأردنيين ورجال الأعمال الفلسطينيين. إذن هناك مشاركة حاشدة، وتحدثت عن 1500 رجل أعمال سيشاركون في هذا المؤتمر، ماذا تعني هذه المشاركة؟ ابتداء أقول أنه 1500 رجل أعمال يشاركون من أكثر من 30 دولة. نعم. وهذا بحد ذاته تحدي كبير، ولما نعلن أن هذا المؤتمر فرص أقوى من التحديات، فأكبر هذه التحديات هو أن تجمع رجال الأعمال الفلسطينيين المقيمين في أكثر دول العالم، بل في كل دول العالم، أن تجمع مثل هؤلاء في مكان واحد فعلا ليطلقوا أكبر تظاهرة اقتصادية فلسطينية خارج فلسطين. الأردن لا شك ورجال الأعمال الأردنيين لا يمكن أن يكون لفلسطين شأن اقتصادي قوي إلا بمشاركة اقتصادية وداعمة من رجال الأعمال الأردنيين. إذا كان العدد 1500 رجل أعمال يشارك من دول مختلفة، فلا شك أن الحضور الأكبر هو لملتقى الأعمال الأردني الفلسطيني اللي يحضر فيه أكثر من 200 رجل أعمال من ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني وجمعية الرخاء وغرفة تجارة عمان وغرفة صناعة عمان وجمعية مستثمري شرق عمان وجمعيات مختلفة تشارك في هذه التظاهرة الاقتصادية الأكبر. حقيقة أستاذ أمجد النوباني، وأنت رئيس المؤتمر، نريد أن نتعرف منك ونحن على بعد أيام من عقد هذا المؤتمر عن آخر التحضيرات والترتيبات التي اتخذتموها لإنجاح هذا المؤتمر وإخراجه بأبهى حلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكركم حقيقة على هذا اللقاء وإتاحة الفرصة لنا لطرح موضوع المؤتمر وإيصاله إلى المشاهد، ونشكر كمان إخواننا اللي عدوا التقرير جدا جميل ورائع الذي تحدث عن المؤتمر السابق للمنتدى. قبل ما أبدأ بنهاية التحضيرات وما إلى ذلك، الحقيقة أنه هذا المؤتمر يجب أن نوضح الفكرة منه. تفضل. المؤتمر هذا مؤتمر اقتصادي عالمي يتم تحت مظلة منتدى الأعمال الفلسطيني، والهدف منه جمع رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب وكل المستثمرين تحت هذه المظلة. نعم. إتاحة الفرصة لرجال الأعمال العالميين والعرب ومن الأردن ومن جميع الدول أن يأتي كل رجل أعمال ليطرح مشروعه ويقدم فكرته ويبحث عن مستثمر، يبحث عن شريك، يبحث عن مسوق لفكرته لإبراءة الاختراع. نعم. وما إلى ذلك. نحن نوفر مظلة اقتصادية رائعة لرجال الأعمال الفلسطينيين في الشتات والعرب وكل من مهتم بالاستثمار والاقتصاد. وإضافة إلى ذلك، ومن أهم أهداف هذا المؤتمر وهي النوعية من المؤتمرات، دعم الاقتصاد الفلسطيني. نعم. من خلال توفير فرص استثمارية للاستثمار في فلسطين. نعم. الهدف الرئيسي أو من الأهداف الرئيسية لهذا المؤتمر هو إيجاد بدائل استثمارية في فلسطين. أخي عبد الله، الاستثمار في فلسطين الناس بتشك فيه أو تشعر أنه هذا استثمار غير منتج كذا. نحن نثبت للجميع أن الاستثمار في فلسطين منتج،
وأرباحه جيدة. نعم. سنتكلم حقيقة في هذا الموضوع بالتحديد وبشيء من الإسهاب، وأيضا يعني لدينا مقابلة سنجريها أيضا مع أحد رجال الأعمال في فلسطين، لكن أنا حقيقة أريد أن نضع المشاهد بالترتيبات الأخيرة. نعم. التي اتخذتموها للخروج بهذا المؤتمر بأهدافه ويحقق أهدافه وغايته. بفضل الله تم الانتهاء من كافة الترتيبات اللوجستية والإدارية والتنظيمية. نعم. المتعلقة بالمؤتمر. نعم. بفضل الله تم جميع الترتيبات ودعوة كل مثلا شركائنا في كل دول العالم. نعم. جمعيات وغرف التجارة والصناعة في كثير من الدول في أكثر من 25 دولة، هناك تمثيل. نعم. رسمي لأكثر من 15 دولة. نعم. هناك مجموعة من الوزراء والحكومات مرسلين الممثلين الرسميين لهم، جمعيات رجال الأعمال في كل العالم. هذا التظاهرة الاقتصادية هي حقيقة على ضفاف مؤتمر الموسياد العالمي، وهذا المؤتمر الذي سيحضر 7000 رجل من. نعم. رجال الأعمال. مؤتمر تركي. مؤتمر تركي. نعم. احنا مؤتمرنا في يوم 25، مؤتمر الموسياد في 26، فالمشارك. نعم. يستطيع انه يحضر المؤتمرين بنفس الزيارة. الاستعدادات تامة، جاهزة تماما، جاهزية عالية كاملة لجميع الضيوف وجميع الفرص التجارية. نعم. نحن نوفر فرص تجارية رائدة ورائعة في أكثر من 12 دولة من دول العالم. نعم. سيأتي ممثلين عن هذه الدول لطرح أفكارهم الاستثمارية، وبالإضافة لهذه التجهيزات ما على المشارك إلا أنه يحضر أو يسجل أو. نعم. يأتي للمؤتمر. البرنامج بالكامل إحنا أدرناه بحيث أنه إحنا نستلمه من المطار ثم نعيده إلى المطار، برنامج متكامل فيه من المعلومات والزيارات وما إلى ذلك، ولا حاجة إلا أن يشارك بهذا المؤتمر. بما أن المؤتمر أيضا يعنى كما تفضلتم بالشأن الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني كما تم عرضه، الآن ينضم إلينا مشاهدينا الأستاذ جمال جوابري، مدير عام اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية من رام الله. أستاذ جمال، مرحبا بك. أهلا، مرحبا بك وبجميع المشاهدين. أهلا وسهلا أستاذ جمال. نحن على أبواب عقد مؤتمر لمنتدى الأعمال الفلسطيني. هذا المؤتمر وهذا الملتقى الذي سيعقد في تركيا بعد أيام، كيف لهذا المؤتمر أن يرفع من سوية رجال الأعمال الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني ويخدم الاقتصاد الفلسطيني بشكل خاص؟ طبعا الأعمال الفلسطيني هو تأسس بال2006 وفي عندنا شراكة حقيقية واتفاقية تعاون ما بين اتحاد الغرف الفلسطينية والمنتدى. نعم. الأعمال الفلسطيني، وكان منتدى الأعمال الفلسطيني من ذلك الوقت حتى الآن هو من الأجسام النشيطة جدا في دعم الاقتصاد الفلسطيني، وخاصة رجال أعمال فلسطينيين من خلال التشبيك مع رجال أعمال فلسطينيين في الشتات وغيرهم كعمل المعارض ودعم المعارض الفلسطينية بجميع الأشكال، ودعم أيضا زيارات وفود من رجال أعمال فلسطينيين لزيارات تركيا وغيرها من الدول الأخرى. نعم. بدعم كامل من منتدى الأعمال الفلسطيني. منتدى الأعمال الفلسطيني هو يعتبر منصة قيمة وهامة جدا للاقتصاد الفلسطيني، وخاصة أن رجال الأعمال الفلسطينيين في الشتات في جميع نشاطاتهم ومحاورهم يقومون بتشجيع. نعم. وتنشيط وترويج المنتجات الفلسطينية بشكل عام. نعم، يعني بما أنكم تنظرون إلى هذه الأهمية لهذا المؤتمر، ما المرجو وماذا تتوقعون منه بالتحديد في تشغيل الشباب الفلسطيني مثلا في تصدير المنتجات الفلسطينية؟ تتحدث عن هذا الموضوع لو بشيء من التفصيل لو تكرمت. نعم، ترويج المنتجات الفلسطينية وهام جدا. نعم. لرجال الأعمال الفلسطيني والمصانع الفلسطينية بشكل عام، وخاصة إذا زادت إنتاجية أي مصنع فلسطيني، وبالتالي سيكون المردود بتشغيل أيدي عاملة فلسطينية. نعم. وتقليل البطالة. إضافة إلى ذلك، منتدى الأعمال الفلسطيني قام بعدة نشاطات أخرى، وتم تشغيل العديد من المهندسين من الخارج برسم العمارة والطرق والطرقات والشوارع من خلال مهندسين فلسطينيين موجودين داخل فلسطين، فلهم دور كبير في تنشيط الاقتصاد الفلسطيني من ناحية، ومن ناحية أخرى في تشغيل الأيدي العاملة العاطلة عن العمل. نعم. كيف تتوقعون أستاذ جمال أخيرا، كيف تتوقعون من هذا المؤتمر أن يفتح لكم آفاق يعني التصدير، آفاق أو الأسواق العربية وأيضا العالمية
لحماية المنتجات الفلسطينية ولمواجهة الحصار الذي تواجهونه يعني في عموم فلسطين من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟ بالطبع كما تعلم أن الاقتصاد الفلسطيني هو اقتصاد مقاوم. نعم. والمصانع الفلسطينية بشكل أيضا هي مصانع مقاومة وتعمل تحت الضغط تحت احتلال كبير، ولكن الشعب الفلسطيني يعتبر أو رجال أو القطاع الخاص الفلسطيني يعتبر قطاع عنيد، سيبقى يعمل وسيبقى يطور صناعته، وأعتقد أن الصناعة الفلسطينية تضاهي الصناعات العديدة من الدول المجاورة، وإضافة إلى ذلك هم يقومون بدعم الاقتصاد الفلسطيني إما عن طريق إيجاد شراكات من رجال الأعمال في الخارج وإما لإيجاد نقاط بيع وترويج للمنتجات الفلسطينية بالخارج. نعم. الأستاذ جمال جوابري مدير عام اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. أستاذ نباني، بالرجوع إلى شعار المؤتمر السابق الذي عقدتموه في تونس، كان نماء متواصل ومسؤولية مشتركة. نعم. يعني أذكر هذا. اليوم شعاركم فرص أقوى من التحديات، كيف حققتم الشعار السابق على أرض الواقع، وكيف ستتغلبون على كل هذه التحديات التي يعني يواجهها الاقتصاد الأردني والاقتصاد العربي وأيضا الاقتصاد الفلسطيني لتحقيق فرص أقوى من التحديات؟ نعم، هو سؤال جميل الحقيقة. نماء متواصل ومسؤولية مشتركة هو شعار المؤتمر الثالث. نعم. والقصد في نماء متواصل للمشاركين، نماء متواصل. نعم. في التنمية الاقتصادية وفي الشركات الاستثمارية العالمية، نعني بكل شخص مشارك معنا أن يكون له نماء متواصل. والمسؤولية المشتركة هي متعلقة بمسؤوليتنا المشتركة لدعم الاقتصاد الفلسطيني. هذه عبارة المسؤولية المشتركة، مسؤولية مشتركة من جميع رجال الأعمال العرب والمسلمين في كل العالم، مسؤوليتهم مسؤولية مشتركة لدعم الاقتصاد الفلسطيني ومساعدتهم من هذا الحصار الاقتصادي الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني. أما هذا الشعار، هل هناك من آليات لكسر هذه التحديات لا سيما إنعاش الاقتصاد الفلسطيني؟ نعم، الآن في المؤتمر الثالث تم إطلاق مجموعة من المبادرات. نعم. وتم متابعة هذه المبادرات، ومن أجمل وأفضل هذه المبادرات في رأيي الشخصي تتعلق في صندوق الاستثمار في فلسطين. جميل. تم إطلاق صندوق الاستثمار في فلسطين، وهو صندوق يعتني بتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة. لا يوجد دعم للأفراد، لا ندخل شركات معهم ونمولهم بهدف الاستفادة، يستفيد المستثمر والمستثمر يقتنع بأنه له عائد ربحي. هذا الصندوق الهدف منه دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، وفعلا يؤثر على دعم الاقتصاد الفلسطيني. العائلات الفلسطينية كل عائلة تعيل أكثر من 10 أشخاص، فإذا أنت أنشأت مشروع واحد أعلت 10 أشخاص، هذا المبلغ يعود لك بالربح. كثير من المبادرات الفلسطينية، المبادرات التي تعنى بدعم الاقتصاد الفلسطيني، مثل السوق الإلكتروني، سوق القدس الإلكتروني اللي يتم فيه تسويق المنتجات الفلسطينية من خلال السوق الإلكتروني، ومجموعة من المبادرات اللي قدمها معالي الدكتور طلال أبو غزالة وكان مشارك معنا في المؤتمر الثالث. نعم، دعني فقط هنا أتحول إلى أستاذ محمد غزال وأسأل حقيقة في نفس المحور. يعني أنت قلت بالتقرير أستاذ محمد أن الأردن بوابة فلسطين، كيف يمكن أن نعتبر الأردن بوابة فلسطين من الناحية الاقتصادية البحتة صرفة كوننا نتحدث في هذا الموضوع؟ وماذا على رجال الأعمال الأردنيين تجاه زملائهم وإخوانهم في فلسطين؟ أشكرك على هذا السؤال القيم. ابتداء وكما أشرتم في التقرير، حقيقة أن أكبر إشكالية يواجهها الفلسطينيون في الداخل هو الاحتلال الاقتصادي الإسرائيلي. هناك تبعية اقتصادية إسرائيلية إلى حد مطلق. كيف لنا أن نتحرر سياسيا إذا لم نتحرر اقتصاديا؟ إذا كانت المواد الغذائية والمواد التموينية والاحتياجات الأساسية اللي يحتاجها الشعب الفلسطيني كما يحتاجها أي شعب هي من داخل الكيان الصهيوني، كيف لنا أن نتحرر وملبوساتنا واحتياجاتنا الأخرى غير الغذائية كذلك من داخل الكيان الصهيوني؟ نعم. كل هذا الكلام لا يمكن أن يحرر شعبا ولا أن يحرر وطنا ما دام هناك تبعية اقتصادية. الأردن تحديدا هي فعلا بوابة للتحرر من الاقتصاد الإسرائيلي. كيف؟ وأنا أعتقد أنه بشكل رئيسي التوأمة الكبيرة بين رجال الأعمال الفلسطينيين ورجال الأعمال الأردنيين هي البوابة الرئيسية لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني.
لا يمكن أن تفرق اليوم في الشارع الأردني أو بالشارع الفلسطيني وباختصار وبوساطة بين اللكنة الأردنية وبين اللكنة الفلسطينية. نعم. مش ممكن أن تميز بين الدم الأردني وبين الدم الفلسطيني، وقد اختلط منذ سنوات مع بعض البعض، وامتزج منذ سنوات طويلة مع بعض البعض. وبالتالي أنا أعتقد أن رجل الأعمال الأردني يوقن تماما أهمية هذا الدور، أنه هو بوابة الاقتصاد، تحرير الاقتصاد الفلسطيني، وأنه بتوأمته ونقل الخبرات إلى رجال الأعمال الفلسطينيين سيسهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني. صاحب المصنع في الأردن، ولنفترض مصنع في مجال الأنسجة، وصاحب المصنع ذات المصنع في فلسطين، ألا يحتاج إلى نقل مثل هذه الخبرات؟ ألا يحتاج وقد حوصر حصارا شديدا وبالذات إخواننا في غزة، ألا يحتاج إلى مثل هذه الخبرات؟ أنا أعتقد أن دور رجال الأعمال الأردنيين تحديدا مقدم على دور غيرهم من رجال الأعمال في نصرة الاقتصاد الفلسطيني. جميل، حقيقة هذا كلام قد يعني يقنع شريحة من التجار وأصحاب رؤوس الأموال، لكن الشريحة الأخرى تنظر إلى المكسب الذي يمكن أن يجنيه، وأنت تعلم رأس المال يبحث عن أرباح، لا يمكن أن يضع ماله، أو شريحة واسعة من التجار لا يمكن أن يضعوا أموالهم هكذا دون أن تحسب عندهم الأرباح. كيف يمكن أن نقنع التجار الأردنيين بأن ما تفعلونه تجاه زملائكم وإخوانكم في فلسطين ليس فقط وقوفا مع القضية العادلة الفلسطينية، وإنما أيضا هو سيدر عليكم أو سيعود عليكم بالربح؟ أستاذ عبد الله، ماذا يحتاج رجل الأعمال؟ نعم. وإذا وجد المنتج أو وجدت الخدمة لديه، هو يحتاج إلى سوق. نعم. ليسوق مثل هذا المنتج أو مثل تلك الخدمة. إحنا بنقول اليوم السوق الفلسطيني هو امتداد للسوق الأردني. فليكن المنتج الأردني زي ما أنا عم بسوقه، أو الخدمة لا. الأردنية زي ما أنا بسوقها في شوارع عمان وشوارع مادبة وإربد وغيرها، فلأسوقها في شوارع فلسطين وأكون بديل حقيقي لهذا المنتج الإسرائيلي. إذن هي من ناحية اقتصادية بحتة، هناك سوق كبير، هناك احتياجات كبيرة لدى الشعب الفلسطيني، والأصل أن يقوم المنتج الأردني بسد مثل هذه الاحتياجات. نعم. غزة تحاصر أستاذ غزال، ويعني أنت تعلم ما يحل بها صباح مساء من العدو المحتل. كيف يمكن لهذا المؤتمر ولرجال الأعمال الأردنيين بالتحديد تجاه هذه القضية العادلة، قضية أهل غزة وبالتحديد اقتصاد أهل غزة والتجار هناك؟ فكرة المنتدى ومفهوم ابتداء، نعم، هو خدمة الاقتصاد الفلسطيني. نعم. حتى لو كانت الشريحة الرئيسية هي رجال أعمال، نعم، فلسطينيين خارج فلسطين. نعم. قناعة منا، نعم، إذا كان رجل أعمال فلسطيني في الخارج بقوة وبخير وبنماء اقتصادي، فإن فلسطين ستكون بخير بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، لابد يوما أن تكون بخير. الآن إذا إحنا نتحدث عن إعمار غزة، فلا شك هذا واجب، هذا واجب على كل عربي، على كل مسلم، على كل من يحمل الإنسانية، نصرة القضايا العادلة، نصرة القضايا المظلومة. وأعتقد أن غزة من أكثر المناطق ظلما في هذا الزمان. رجل الأعمال لابد أن يفكر بنظرة اقتصادية. $5,000 أخي عبد الله والـ$10,000 لعلها لا تعمل شيء وما بتفرق كثير مع رجل الأعمال الأردني أو رجل الأعمال العربي أو غيره، لكن بالنسبة لأهل فلسطين وبالنسبة لأهل غزة تحديدا تعمل الكثير وتعني الكثير. بهذا المبلغ تنقذ أسرة، وأنت لا تعطيهم السمك فقط، بل أنت تؤمن لهم السنارة، نعم، سنارة الصيد، وأنت تؤمن لهم بعد ذلك التأهيل الكافي للاصطياد. أنا بعتقد أنه مثل هذا المبلغ واستثماره في صندوق الاستثمار في فلسطين اللي أشار له الأخ أمجد النوباني قبل قليل، سأتحدث عنه بالتفصيل، لكن اسمح لي أن أذهب إلى هذا الاتصال مع الدكتور إياد أبو حلتم، رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية. دكتور إياد، مرحبا بك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا دكتور إياد. المؤتمر الرابع لمنتدى الأعمال الفلسطيني سيعقد بعد أيام، المشاركة الأردنية مشاركة فاعلة وقوية، كيف تنظر إلى هذه المشاركة والعائد الاقتصادي منها؟ نعم، يعني الأردن بشارك بوفد كبير، نعم، وعلى رأسه عدد من الصناعيين طبعا من، نعم، غرفة صناعة الأردن، غرفة صناعة عمان، جمعية مستثمرين شرق عمان، جمعية، نعم، المستثمرين الأردنيين، يعني العديد من الفعاليات الصناعية مشاركة، ولدينا مبادرة بغرفة صناعة عمان، رئيس جمعية وعضو غرفة صناعة عمان وعضو غرفة الأردن، فبحكي، نعم،
بحكي عن الثلاث جهات. غرفة صناعة عمان بادرت بالمشاركة بجناح لعرض بعض العينات وبعض البروشورات عن الصناعة الأردنية خلال المعرض الأعمال المؤتمر الرابع للأعمال الفلسطيني، واللي هو برضو تحت مظلة المؤتمر السادس عشر للموسياد اللي راح يعقد من فترة من 24/11 ل 29/11 باسطنبول. طبعا هذه الفعاليات وخصوصا ضمن هذا المؤتمر اللي بيزوره أكثر من 150 ألف مشارك كمؤتمرات، ويعني المشاركة راح تكون دولية هذا العام، طبعا سيعود بفائدة كبيرة على إبراز الأردن وخصوصا الصناعات الأردنية في اللي وصلت فعلا لدرجة عالية من المواصفات والتقنية العالية تبرزها أمام جميع المهتمين. طبعا كوفد أردني راح يكون له الفرصة إنه يتحدث ضمن بعض الجلسات الحوارية عن الجو الاستثماري والاقتصاد الأردني وعن جاذبية الاستثمارات وخصوصا في مجال الصناعة ضمن حزمة يعني القوانين والتشريعات اللي أقرت مؤخرا. نعم. واللي بنظرنا راح يكون لها في هذا الموضوع دكتور إياد لو تكرمت، في هذا الموضوع لو تكرمت، هل البيئة الاستثمارية الأردنية، البنية التحتية للاستثمار في الأردن جاذبة لرجال الأعمال يمكن أن يستثمروا هنا في الأردن ويجلبوا رؤوس أموالهم للاستثمار؟ يعني نحن لما نذهب كغرف صناعة وكجمعيات صناعية المحافل الدولية طبعا راح نكون واجب علينا، واجب وطني، أن نسوق الأردن كبيئة جاذبة وبيئة. طبعا إحنا كصناعيين نسعى أن يكون أفضل، يعني نعم. تكون التشريعات أفضل، الحوافز الضريبية، البيئة تكون جاذبة أكثر. يعني نحن نعتقد أنه ما حقق حتى الآن مقبول لكنه دون الطموح، طموحنا أكبر نعم. بكثير. لكن لما تذهب لمحافل دولية كمؤتمر الموسياد اللي هو مؤتمر نعم. يعول عليه بشكل كبير لجذب نعم. الاستثمارات، والمؤتمر الفلسطيني طبعا راح نقول أنه بيئة جاذبة، يوجد تشريعات، قطاع الأردن سوق طويل وكبير وخصوصا بقانون الاستثمار الأخير نعم. اللي أعطى حوافز تلقائية للمستثمرين، أعطى حوافز ضريبية في بعض المناطق خارج عمان وإربد والزرقاء. يعني نستطيع أن نقول أنه البيئة الجاذبة، وطبعا ويدلل على أنه بيئة جاذبة نمو الاستثمارات. يعني نعم. إحنا لما نحكي بأول 10 شهور من العام دخل الأردن foreign direct investments، يعني تدفقات استثمارية أكثر من 1,100,000,000، يعني نحكي على رقم بالنسبة للاقتصاد الأردني رقم كبير. نعم. وبالتالي نعتقد أنه نستطيع أن نجذب الاستثمارات وخصوصا في المجال الصناعي اللي بيشكل 60% من الاستثمارات المتدفقة إلى الأردن، لكن طموحنا أكبر، ويعني طموحنا يكون الأرقام إن شاء الله في السنوات القادمة على عشان نعمل إحنا داخليا يعني كغرف صناعة وكجمعيات ومع الجهات إنه نطور البيئة بشكل أكبر من هيك. نعم، يعني وأنتم ستذهبون إلى ذلك المؤتمر للمشاركة الفاعلة لتجذبوا استثمارات إلى الأردن ولتسوقوا أيضا منتوجات الأردن، بماذا تطالبون الحكومة فيما يخص التشريعات والبنية الاستثمارية وتطوير البنية الاستثمارية في الأردن؟ طبعا زي ما انا حكيت قبل شوي، يعني احنا السوق طويل، احنا يعني ما حقق نحن راضون عنه، لكن طموحنا اكبر بكثير. طموحنا انه يكون هناك منظومه بسيطه جاذبه على للاستثمارات، يكون في نوع من المشاركه الحقيقيه ما بين القطاع الخاص والقطاع العام في موضوع التشريعات والانظمه. تكون يعني احنا اللي اكثر ما فعلا متحدي او يعيق الاستثمار تعدد المرجعيات. طبعا قانون الاستثمار قطع شوط الحالي، قطع شوط في دمج هذه المرجعيات من مناطق تنموية ومناطق حرة وهيئة الاستثمار، لكن ضريبيا النظام الضريبي بحاجة الى تطوير، بعض البنى التحتية بحاجة يعني دكتور موضوع أيمن. النقل دكتور إياد. كلها. نعم. دكتور إياد، هل انتم متفائلون من ذهابكم إلى تركيا للمشاركة في هذا المؤتمر؟ طبعا هذه مش أول مشاركة للغرف الصناعية في مؤتمر الموسياد والمنتدى الأعمال الفلسطيني، يعني هذه أكثر من مشاركة، لكن نستطيع أن نلمس تطور كبير ملحوظ في عدد المشاركين في هذا المؤتمر، وبالتالي نحن متفائلون الحمد لله، ويعني نعول أنه يكون في نوع من فعلا اللقاءات الثنائية المثمرة
اللي تسفر عن إقامة استثمارات أو مشاريع مشتركة، وخصوصا إحنا غير راضين عن الاتفاقية التجارة الحرة اللي وقعت بال2011 مع الجانب التركي، لأنها للأسف كانت من جانب يعني لاستفاد منها الجانب التركي، وهذا يعني يدلل عليه بالأرقام الكبيرة للواردات من تركيا، بينما صادراتنا إلى تركيا هي أرقام بسيطة جدا ولا تكاد لا تذكر، فبالتالي الميزان التجاري مائل بشكل كبير لصالح تركيا. يوجد نصوص واضحة في اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا إنه على الجانب التركي. شكرا دكتور إياد. تسهيل نقل المعرفة وهاي، فيعني إن شاء الله إنه شكرا نستطيع إنه نجذب. شكرا جزيلا لك دكتور إياد أبو حلتم رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، شكرا جزيلا لك وقد كنت معنا عبر الهاتف. إذن أستاذ محمد غزال، المشاركة الأردنية مشاركة فاعلة، نحو 250 شخصية أردنية سيشاركون في هذا المؤتمر. لو أعدت عليك السؤال بطريقة أخرى وقلت ما الذي دفع المستثمرون الأردنيون ليذهبوا إلى تركيا ويشاركوا بهذا المؤتمر بفاعلية؟ أولا اسمح لي أن أؤكد مرة أخرى أن هناك واجب وطني على واجب وطني وواجب على مستوى الأمة تجاه رجال الأعمال الأردنيين، تجاه فلسطين وتجاه أمتي. هذا لا يمكن أن ينفك عن الاقتصاد وعن عن الربحية المباشرة. الفائدة الأخرى، إذا أنا بتكلم عن 1500 رجل أعمال يحضرون المؤتمر الرابع لمنتدى الأعمال الفلسطيني، وأتكلم عن أكثر من 10 أسواق برأينا هي أسواق جديدة وواعدة تشارك في هذا المؤتمر وتعرض أسواقها وتعرض فرصها وتعرض بضائعها من خلال ذلك ومن خلال هذا المؤتمر. ويكفي أن أقول كذلك أنه هذا المؤتمر يعرض بالتشارك مع البنك الدولي، والبنك الدولي لديه تقرير مميز في ممارسة أنشطة الأعمال، ونركز من خلاله كيف لرجل الأعمال الأردني، كيف لرجل الأعمال الفلسطيني أن يستثمر في دولة مثلا مثل ماليزيا، وهل ماليزيا هي الدولة الأنسب للاستثمار أم لا؟ تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يعده البنك الدولي ونوزعه نحن بالتعاون مع البنك الدولي ونعرض كيف يمكن لرجل الأعمال أن يستفيد من الأردن وغير الأردن أن يستفيد منه، أعتقد هذا في غاية الأهمية. إطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية في سوق عكاظ، نتكلم عن أكثر من 50 مشروع و50 فرصة استثمارية تطلق في سوق عكاظ، وهذا بحد ذاته تجربة ناجحة وتستحق الإشادة والذكر. سوق عكاظ، ويعني بعض الحقيقة هو المؤتمر يضم باقة من الفعاليات، ولو تحولت بها للأستاذ النباني أستاذ أمجد وقلنا أستاذ أمجد هناك باقة من الفعاليات التي سيضمها ويحتويها هذا المؤتمر، منها سوق عكاظ وإنشاء أيضا لسيدات الأعمال، مبادرة لسيدات الأعمال وللشباب أيضا، لو تحدثنا عن هذه المبادرات في هذا المؤتمر وكيف ستفيد هذه الشرائح المعنية فيها؟ يعني اسمح لي أولا نعود للسؤال السابق فيما يتعلق باسم شعار المؤتمر اللي هي فرص أقوى من التحديات، لأنه لم يتم توضيح ما هو المقصود بالفرص أقوى من التحديات، وهي نقطة جوهرية. الفرص التي ستقدمها المؤتمر هذا فرص تجارية واعدة. الكل يعلم أنه الظروف الاقتصادية الحالية في معظم الدول، الأوضاع السياسية للدول المجاورة، منطقة الشرق الأوسط، عدم استقرار كثير من الدول أثر الثورات والربيع العربي وما إلى ذلك، أدى إلى تحديات حقيقية لكل رجال الأعمال. الآن جاء دور كمنتدى الأعمال الفلسطيني كمؤسسة رائدة في دعم الاقتصاد وتوفير فرص تجارية لرجال الأعمال، لتوفير هذا المؤتمر وتوفير فرص تجارية في كثير من الدول، وسع الأفاق، نسوق الدول، تسويق مثلا الاستثمار في الأردن مسألة جوهرية بالنسبة لنا. الأردن بيئة جاذبة، مستقرة سياسيا، مستقرة قانونيا، مستقرة مؤسسيا، فبالتالي تسويق الاستثمار في الأردن من الأهداف الرئيسية لهذا المنتدى. لذلك التحديات التي نقصد فيها، التحديات التي تواجه رجال الأعمال والفرص، هي فرص دولية واعدة في كل القطاعات. هذا كان يجب التنبيه لهذا الشعار قبل أن نبدأ بالفعاليات، لأن الفعاليات ممتازة، يستطيع رجل الأعمال، شباب الأعمال وسيدات الأعمال الاستفادة بكل القطاعات. أولا هذا المؤتمر بعد عن الكلمات البروتوكولية والكلمات اللي خلينا نحكي برنامج عملي تفصيلي، كله عمل اجتهاد نشاط، كله فعاليات حقيقية.
المؤتمرات بالعادة بيكون فيها كثير من الكلمات البروتوكولية بتاخذ يوم كامل، احنا جعلناها فقط ساعتين والباقي سوق عكاظ، وبالإضافة إلى إطلاق نواة سيدات الأعمال ومبادرات تتعلق بشباب الأعمال اللي هي مثل الفكرة دي. تتخيل شباب الأعمال الآن مشارك معنا من شباب الأعمال أكثر من 250 إلى 300 شباب من شباب الأعمال في العالم. هذا الشباب الأعمال هيحضروا هذا المؤتمر وسيتاح لهم فرصة مشاركة كبار رجال الأعمال وعمالقة من رجال الأعمال، سيتاح لهم فرصة أنه يجلس يطرح مشروعه ويتم تقييم هذا المشروع ويتبنى من المستثمرين، هيكون في هناك لجنة لتبني هذا العمل فيما يتعلق بشباب الأعمال. بالنسبة لسيدات الأعمال سيتم الإطلاق رسميا لنواة سيدات الأعمال في العالم لتجمع أو تسير على درب رجال الأعمال بهذا، وإحنا حقيقة لا نقلل أبدا من شأن سيدات الأعمال، وحتتفاجأ في الإحصائيات لو أطلعناك على كم حجم الاستثمارات التي تملكها سيدات أعمال. نعم. هتعلم أنه حقيقة سيدات الأعمال ثقل اقتصادي لا يمكن الاستهان فيه. أما بالنسبة لسوق عكاظ، وأنا بعتبر هذا السوق هو باكورة إنتاج وباكورة وأجمل إبداعات المنتدى الأعمال الذي تم في المؤتمر الثالث. سوق عكاظ ومن هذه التسمية سوق دولي، بيجون ناس من كل العالم. نعم. وهو اسم تاريخي اختاروا المنظمين. يأتي كل رجل من رجال الأعمال يستطيع أنه يحجز له دور مدة 3 دقائق، يعرض برنامجه، يعرض مشروعه ضمن آلية معينة. وفي عندك 1500 أو 2000 رجل أعمال مشارك بيستمعوا لهذا العرض، ثم يتم تبني هذا المشروع من قبل أحد المستثمرين أو بيكون له برنامج من اللقاءات. بنفس الوقت في سوق عكاظ سيتم عرض دول ستعرض برنامجها الاستثماري وفرصها الاستثمارية في دولها. ما عليك في سوق عكاظ إلا أن تجلس وتستمع لفرص مميزة مختارة بعناية شديدة جدا. اللقاء مدته 2.5 ساعة، سيتم في عرض هذه، واللي بيعجبه أي شيء من هذه المشاريع بتم التنسيق لهذا الاجتماع. سوق عكاظ في كل اللقاءات السابقة أنتج نتائج رائعة، نتوقع في تبادل تجاري إن شاء الله بمئات الملايين. الذي يبحث عن فرصة تجارية يجدها، مشروع مميز في أي دولة يجدها، الذي يبحث عن شركاء أو وكلاء لمنتجات ويجد في سوق عكاظ كل ما يشاء. حقيقة الملتقى تجرب تجربة رائدة ورائعة في لقاء سموه لقاء طريق الحرير. نعم. على غرار عكاظ وحضور التمثيل الرسمي رائع، وأنا حضرته كان جميل جدا، وكان في تبادل صفقات مالية فقط في الأردن بقيمة 8 مليون. احنا بنتوقع طبعا اضعاف هذا المبلغ في سوق عكاظ، وندعو الجميع للمشاركة، حتى اللي ما له مقطع لا يجلس سيجد فرصة تجارية مميزة. بالإضافة إلى ذلك هناك ندوة للاستثمار في فلسطين وفتح أفاق الاستثمار في فلسطين، وسيتم عرض منجزات صندوق الاستثمار في فلسطين أيضا. هاي من الفعاليات المهمة جدا لصندوق الاستثمار في فلسطين، إيش الأنجز هذا الصندوق وشو المشاريع اللي تبناها، وسيتم عرض هذا الأمر وسيتاح فرصة لمن يرغب للاستثمار في فلسطين ضمن منظومة استثمارية ونظام استثماري صرف يعود بالربح على المستثمر وعلى القضية الفلسطينية ودعم الاقتصاد الفلسطيني. كرسالة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأعمال، لو تحدثنا بأرقام وكيف يتم ضمان الاستثمار في فلسطين وأيضا في في مختلف المجالات، حتى يشعر المستثمر، حتى يشعر صاحب رأس المال بأن الاستثمار في المجال اللي تحدثت عنه استثمار آمن. نعم. الآن الاستثمار في فلسطين ليس كما يعتقد الناس أنه مهدد وأنه خطير. نعم. وأنه مخيف. العكس، أنا جلست مع رجال أعمال عريقين وعمالقة أثبتوا لي بالأرقام أنه الاستثمار في فلسطين ذا عائد ربحي مميز، وطبعا لأنه في مخاطرة فالربح دائما بيكون عالي، وهذا هو شأن التجارة. الآن نحن نطلق إشي بسيط اللي هو صندوق الاستثمار في فلسطين، المساهمة بتكون 5,000-10,000 فقط لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. هذا الصندوق تديره مؤسسات رسمية، إحنا فقط علينا تنظيم هذا الأمور. هناك مؤسسات رسمية وحكومية مرخصة. نعم. تقوم بتمويل هذه المشاريع بعائد ربحي للمستثمر. يعني أنت بتضع فلوسك في مشروع. نعم. وأنت ممكن أنك يتم اختيار المشروع بعينه، يعني ممكن ينعرض عليك مشروع مثلا بقالة أو سمنت أو تاكسي أو كذا أو زراعة. هناك أو كذا. أرقام في المشاريع التي تم تمويلها الآن تستحضر بعض الأرقام؟ الآن إحنا الآن نتجه نحو إن شاء الله إطلاق 200 مشروع من المشاريع المتوسطة والصغيرة في فلسطين،
والتي وإن شاء الله المشاريع اللي سيتم عرضها. وبالتأكيد هي ستخدم شريحة واسعة، شريحة واسعة من المواطنين. طبعا أنت يعني كل عائلة يعني باختصار نعم. الشعب الفلسطيني كل معيل بعيد على الأقل 10 أشخاص. صحيح. المعادلة بهذه الطريقة. صحيح. حنفتح فرصة طبعا للاستثمار في فلسطين من خلال التمويل الآمن. نحن من موله وبنحصل بعائد ربحي، العائد قد يعني يكون بالبداية متواضع من 5 إلى 10% على هوا الأرزاق يعني بالأخير، لكن الفرصة نعم. تكون فرصة واعدة. نعم أستاذ محمد غزال، يعني في هذا الموضوع أيضا نريد حقيقة رسالة لأصحاب رؤوس الأموال وللتجار ويعني للمستثمرين في توجيه أموالهم واستثماراتهم نحو فلسطين لرفع ما يعانيه الشعب الفلسطيني هناك. ابتداء أقول مثال لكل صاحب مال أو رأس مال كبير حتى نوقن أن هناك استثمار رابح ومربح في فلسطين. سيد ميشيل الصايغ في أحد لقاءاتنا معه ونفتخر بعضويته في منتدى الأعمال الفلسطيني يقول أنا أربح منذ عام 1993 في استثماراتي في فلسطين، وأفضل استثمارات على الإطلاق هي استثماراتي في فلسطين. هذه حقيقة. هذه حقيقة نعم. وهذا وليس فقط لإزالة الخوف عند الناس. لا لا إطلاقاً إطلاقاً نعم. إطلاقاً نعم. وسيد ميشيل مشارك في هذا المؤتمر نعم. وهو من سيذكر ويبين قصة نجاحه الحقيقية للاستثمار في داخل فلسطين. أنا أقول أنه علينا جميعاً كأصحاب أموال وأصحاب أعمال وأصحاب مشاريع أن نتوجه لفلسطين كما نتوجه لبلدان أخرى. من أراد إحنا في هذا المؤتمر نطرح من أراد أن يتوجه للاستثمار الكبير في دول آمنة ومستقرة وفقا لتقارير دولية يقدمها المنتدى في هذا المؤتمر له ذلك. لكن لابد أن لا ننسى أن هناك نصيب لفلسطين وأن هناك نصيب وحظ للاستثمار في فلسطين من خلال صندوق الاستثمار في فلسطين أو من خارج صندوق الاستثمار في فلسطين. مبالغ بسيطة لا تؤثر على رجل الأعمال لكنها تنقذ عائلة، لكنها تساعد وتمكن عائلة. نحن نطلق في هذا المؤتمر مشروع تمكين الأسرة الفلسطينية نعم. وهذا بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية الذي نهدف من خلاله إلى تمكين الإنسان الفلسطيني، تمكين الأسرة الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية وتحديدا في القدس الشريف. نعم، في موضوع القدس الشريف وتثبيت المقدسيين على أراضيهم وما يعانونه من تهويد للمسجد الأقصى المبارك، كيف يمكن لرجل الأعمال في مؤتمركم وما هو المجال من خلال مؤتمركم لدعم الأسر المقدسية بشكل حقيقي وواقعي؟ أكبر المشاكل التي واجهها المقدسيون في هذه الأيام ولا شك أن التحديات كبيرة في القدس، لكن دائما نقول الفرص أقوى من التحديات. ونقول أن في القدس تحديدا فرص كثيرة، ربما رجل الأعمال يسهم في بناء مجمع سكني نعم. أو في ترميم بيت قديم يعني يكاد يزول بحكم الأقدمية وما شابه ذلك، ربما نساهم في التعليم في قطاع التعليم. قطاع التعليم من القطاعات الهامة جدا في القدس والمهمشة جدا والذي يتعمد الاحتلال الإسرائيلي أن يهمش من خلال المناهج التعليمية الإسرائيلية أن يهمش وأن يقتل الهوية الفلسطينية نعم. لذلك نسعى بقوة أن يسهم رجل الأعمال إلى الاستثمار في القدس، ونطلق من خلال هذا المؤتمر بعض المشاريع الاستثمارية في داخل مدينة القدس كما أدعو رجال الأعمال إلى المساهمة في ملتقى الإعمار الثاني الذي يعقد في اليوم التالي للمؤتمر يوم 26 نوفمبر الساعة 4 عصرا، لنتعرف عن حجم الأضرار وحجم الاحتياجات الكبيرة التي يعاني منها المقدسيون. أيضا أريد أن أنتقل إلى قطاع غزة، ما دورها وحصتها في هذا الملف برمته؟ يعني ربما أشرت قبل قليل في اليوم التالي احنا خصصناه لإعمار فلسطيني وإعمار غزة ودور رجال الأعمال تجاه غزة، وأن كنا تحديدا سنركز في هذا الملتقى على الإعمار الاقتصادي نعم. احنا نتكلم عن أكثر من 500 مصنع تم تدميرها تدمير كلي في الحرب الأخيرة، ونتكلم عن 5000 منشأة تجارية دمرت بشكل جزئي سواء كانت مصنع أو محل تجاري أو بنك أو ما شابه ذلك، فالضرر كبير وتكاد تكون حجم الخسائر في الجانب الاقتصادي والصناعي تحديدا وصلت أو اقتربت من $1 مليار، خسائر كبيرة. سنطلق جملة من المشاريع التي تحتاج إلى إعمار، سيشارك في هذا الملتقى أكثر من 500 رجل أعمال من أكثر من 25 دولة، لنسهم جميعا في إعمار غزة من جديد. غزة تحتاجنا، القدس تحتاجنا، فلسطين تحتاجنا، وأعتقد إحنا كأردنيين علينا دور كبير في تقريب
ونكون المبادرين وحتى نقرب رجال الأعمال في الخارج في دولنا المختلفة إلى فلسطين للاستثمار في فلسطين والإعمار في فلسطين. يعني حقيقة أنت تتحدث أستاذ محمد غزال بنفس متقدم يعني وبنفس الذي يريد حقيقة أن يخدم القضية الفلسطينية من خلال رفع سوية الاقتصاد الفلسطيني. متفائل أنت بنتائج المؤتمر على القضية الفلسطينية بشكل عام؟ أخي عبد الله أنا أقول من جديد الفرص أقوى من التحديات. نعم. التحديات كبيرة. عدونا يريد منا أن نستسلم للتحديات ونحن نقول وسنبقى نقول. نعم. مع إخواننا في اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية مع إخواننا وشركائنا اللي مساهمين معنا في إنجاح مثل هذا المؤتمر الكبير أن الفرص أقوى من التحديات وأن التفاؤل مستمر وأن غزة ستعمر وستعمر بأيدي الشرفاء بإذن الله تعالى إن شاء الله. أستاذ أمجد النباني يعني المؤتمرات السابقة أيضا كان لها أثر في ملف الاستثمار بشكل عام وهذا المؤتمر القادم سيكون امتداد للمؤتمرات السابقة بالتأكيد. فلو تحدثنا عن أبرز مخرجات المؤتمرات السابقة وكيف يمكن أن يبني المؤتمر القادم على المؤتمرات السابقة. المؤتمرات الأربعة. نعم. لها هدفين واضحين. نعم. الهدف الأول إيجاد مظلة اقتصادية مظلة يستطيع فيها أن يجتمع رجال الأعمال يتبادلوا الخبرات فيما بينهم يبرموا صفقاتهم ينجزوا يشغل ويقدموا بينهم وبين بعضهم تبادل في الخبرات والأعمال التجارية. نحن نعني بشكل رئيسي أن يتطور رجل الأعمال وهي من رسالتنا ونقدم هذه المظلة حتى يلتقي رجال الأعمال ويتبادلوا خبراتهم ويستفيدوا. القطاع الثاني والهدف الثاني بوضوح هو دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال الاستثمار وليس من خلال التمويل والصدقات. نعتني انه كل رجل اعمال يقدم بهذا يساعد عائله من خلال استثمار ومنوفر له فرصه ان اراد ان يقدم استثماره في فلسطين. المؤتمرات الاربعه مضت بهذه الاهداف بشكل رئيسي وكل مؤتمر قدم خطوه بالاتجاه. وانا بعتبر المؤتمر الرابع هو باكورة إنتاج المؤتمرات السابقة. سيتم في مبادرات رائعة ومنتجة. سوق عكاظ الذي يوفر فعلا فائدة حقيقية للأعضاء وهو من أهداف الرئيسية. بنفس الوقت صندوق الاستثمار وكثير من المبادرات وسوق الإلكتروني وباقي المنتجات الفلسطينية أيضا تؤدي إلى هذا الغرض بالتحديد. الأستاذ أمجد النباني رئيس المؤتمر الرابع لمنتدى الأعمال الفلسطيني الدولي والأستاذ محمد غزال عضو مجلس إدارة منتدى الأعمال الفلسطيني الدولي أشكركما على حضوركما إلى الاستوديو وكان حديثا ممتعا وشيقا وأتمنى للمشروع الذي سيكون خلال الأيام القادمة القليلة القادمة مشروع ناجح ومثمر إن شاء الله. شكرا جزيلا لكما. شكرا. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم وهذا عبد الله الشوبكي يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.